السلام عليكم، معكم محمد مرشيد من مدينة الدار البيضاء. السن ديالي هو 20 سنة وكنعاني من واحد المرض، هو مرض السمنة مفرطة. كنوزن 250 كيلو وعندي هاد السمنة كما قلت لكم حرمتني بزاف الحوايج. حياتي ضاعت بسبب السمنة، بغيت شي حاجة اللي نعاون بها باش نداوي راسي من هاد السمنة. السمنة بدات فيا في 13 سنة، ديك الساعة بدات فيا السمنة وبقيت نزاد بزاف. وصلت لواحد كنت في واحد لاصال، كنت كليت واحد البروتينات شحال هذه بيريمي، ما كنتش عارفهم انا راه بيريمي، وكليتهم ووقعوا لي مشكل، وقع لي ديك الهرمون ديالي وبقاو تما كاينه في الدات ديالي، وبقاو كيتزاد بزاف. كل شهر كتزادني 15 كيلو 12 كيلو اي حاجه كل شهر. وهاد السمنه راه المهم تصوم قلت لكم راه محناتني بزاف، وكنطلب شي مساعده من دكتور تشازي ولا من شي مسؤولين يشوفوا فيا ويعاونوا محمد، راه كيعاني بزاف من مرض السمنه. راه بزاف الاسباب ديالها، ماكش خلينيش نعس على خاطري، ماكش خلينيش نمشي للمدرسه على خاطري. حتى من المدرسه خرجت منها ضاع، المهم مستقبلي ضاع، حتى ماكش ما خدمه ماكش بغيتش تخدم، حتى شي حد ما كيبغي يشدك. راه دابا جالس في الدار خاصك ضروري هذه، حتى من الخدمه ما كتلقاش شي خدمه تخدم فيها والو، ما كاينش. النعاس ما كنعس على خاطري، كيبقى قلبي يضرب، كنبقى نتخنق، خاصني كل نهار خاصني نوض بالليل، كل نهار يوميا خاصني نوض، بقى جالس ساعه عن ساعه عاد عاود نرجع خاصني نوض عاود ثاني. ما كنمشيش في الطريق على خاطري، عندنا واحد المجتمع حنا شويه ما كيرحمش، عندنا واحد المجتمع في النظره ديال المجتمع عندنا كتبقى غادي في الطريق كيبقى يشوفوا فيك ويبقى يضحكوا فيك وكيبقى فيه الحال، والشيء راه مرات نفسانيا وتعقدت والله، وكنطلب شي مساعده يساعدوني. بغيت الناس يشوفوا فيا بعين الرحمه، وما كانش الدكتور التازي يشوف فيا في هذه الحاله، وكنشوف بزاف ديال الحالات الدكتور التازي عاونهم وجاب الله الشفاء من بعد، وما كرهش انا يشوف فيا ويعيط لي يتصل بيا ويتبع معايا ويعالجني من مرض السمنه. راه كنعاني بزاف، قلت لكم هاد مرض السمنه اكتشفت فاش بديت كنغلط، كنحس براسي شي اعراض الحبوب ولي وجهي منفوخ، وليت غادي كنغلط كل نهار كل سيمانه. كنتزاد تقريبا 5 كيلو في الشهر، كتزادني 15 كيلو. مشيت درت تحاليل، دوزت درت بزاف، مشيت للاطباء بزاف قالوا لي راه عندك واحد المشكل هو هذا قد فلان فلاني، خاصك ضروري شي عمليه باش خاصك عمليه باش تحيد هذا الشيء وباش تنقص شويه تنقص من المعده، حيت مع المعده وعاودتني وساعات ليا بزاف كبرات ولات عريضه بزاف وليت كناكل بزاف. حتى الريجيم ما كنقدرش نديرو، الا درتو السيمانه كنحيدو 15 يوم، درتو 15 يوم داك الشيء نقصو في 15 يوم، ولا في السيمانه كنزادو بالدوبل ديالو في السيمانه في 10 ايام بزاف، كيتزاد الدوبل ديالو بزاف المرات في الشهر. قلت لك كنزاد 10 كيلو 15 كيلو، بغيت شي حل انا نتعالج به وصافي.